قضي الأمر الذي كانوا عليه مختلفين، وأصبح الذهاب إلى جنيف 2 قرارهم النهائي. أخيرا صوت الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماعه في اسطنبول بالموافقة على الذهاب إلى مؤتمر جنيف، موافقة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تاريخ سوريا. ننطلق اليوم في محطة جديدة في ثورتنا الأبية، ترافق باقي المحطات ولا تنهيها أو تطويها. فمعادلتنا اليوم ليست بين البندقية وغصن الزيتون أبداً، بل إننا سنترك أغصان الزيتون تعانق فوهات البنادق حتى النصر المبين. ندخل إلى محطة التفاوض في جنيف 2 مرتاحين. مصادر في الائتلاف أكدت أن المرحلة الثانية انطلقت بتعيين الأعضاء الذين سيمثلون الائتلاف في المؤتمر، إذ ينتظر أن يتكون الوفد من أعضاء أساسيين وآخرين احتياط، إضافة إلى فريق دعم تقني وحقوقي وإعلامي مهمته لن تكون سهلة وفق مراقبين. سيكون هناك طبعا مفاوضات شاقة مع المجتمع الدولي ومع الطرف السوري طرف النظام، لذلك هذا يتوقف طبعا على قدرة المفاوضين وعلى الشروط والمحددات التي يطرحونها وكيفية طرحها أيضا وآليات طرحها. ولعل أبرز العقبات التي أخرت صدور قرار المشاركة في مؤتمر جنيف 2 هي الخلاف على النصاب القانوني لاعتماد القرار بين الثلثين والخمسين زائد واحد، بالإضافة لعقبة انسحاب 44 عضوا من الائتلاف ومشاركة الكتائب المسلحة في اتخاذ القرار النهائي، ناهيك عن الضغوط الإقليمية وصراعات الأجنحة داخل الائتلاف نفسه. بعد مشاورات طويلة قرر الائتلاف المشاركة في مؤتمر جنيف 2 بغالبية المقترعين، لكن مخاوف كثيرة تشغل بال البعض من أن تكون مرحلة ما بعد جنيف 2 أصعب مما قبلها. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، اسطنبول.